بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، تمني غون أتكون بارتام بديو مرة أتابوني مرة بديو نهار أول نغن سيور خل الإنارة العمومية يستفدن بعض الدواوير التابعة لرئيس المجلس لجماعة بني شكار ومركز بني شكار، لأن الرئيس الجماعة صغيم إثارة ثنتفاوت ينقفون الجديد استفدن مرة بعض الدواوير يجن المنتخب المرشح التابع لرئيس الجماعة، ويبقى دوار عيادة بني شكار. اليوم غادي نهضروا شوية على النائب الأول لرئيس جماعة بني شكار اليوم، لأن الإنارة العمومية ما استفدناش حنايا الإنارة العمومية، رغم رشحوا عليه أكثر من 400 وشي حاجة خلق اللي رش عليه، اللي مشاو الدواوير الدوار كامل مشى مع المسمع الهلالي اللي كان كيوعد السكينة كيقول لهم أي حاجة بقى نسقسيكم فيها بقى ندير فيها. القسم اليمين أمام الجميع قال لهم بالله أنا غادي نخدم هذا الدوار، ورغم هذه بعد لأن استفدت المركز بني شكار وبعض الدواوير التابعة لرئيس الجماعة، لأنه كيصوتوا معاه في المكتب اللي راه معاه، وكنقول هذا عليه الهل، في غادي دير وجهك غدا في 2021 غادي يوصل الانتخابات. الطار نتاع الزبل ما جابهمش، كاع استفدوا الدواوير، حنا رانا داخل المركز ما استفدناش الطرويت نتاع الزبل، استفدوا الطرويت نتاع الزبل. كاع شدوا عليهم الفلوس 50,000 100,000 عطاوهم الطرو نتاع الزبل. حنايا علاش ما عطاوناش الطرو نتاع الزبل؟ لان حنايا ما كنركعوش المجلس الجماعه، حنايا كنركعوا الا لله، ما كنركعوش المجلس نهائيا، حنايا كنتمشاو مستقيمين. كنقولوا هذا المنبر الى السيد الرئيس جماعه بني شكال الرجوع لله، لان اليوم الدنيا غدا الاخره. انت ثلاث سنين ونص اللي راك في المجلس ما شفنا حتى شي حاجه تغيرات، الاناره العموميه الماريوالي ما استفداش، عياده ما استفداش، نزيدوا الدواوير الاخرين اللي ما استفدوش من الاناره العموميه، جابوا الفارويات جداد هذوك اللي خرجوا جداد عطاوهم هما الديور اللي بغاو هما. استفدت النائبه الثانيه جوج فارويات، واحد عند الباب ديالها واحد عند البوطو، ها هو غادي تشوفوه، ها التصويره. كاين المنزل نتاع الرئيس الجماعه استفد واحد عند الباب واحد في البوطو عاود، ها التصويره غادي تشوفوها. لان حنايا ما عرفناش هذا المجلس واش مجلس خاص، واش المجلس خاص ولا غادي تستافد جميع الدواوير غادي تستافدوا، لان هذا الرئيس الجماعه ضيع بني شكار، بني شكار ضيعوه باكملها، ما بقى ما يتشاف فيه في بني شكار، بقاو داروا دابا داروا بحال داروا مجلس الخاص ليهو. كاين تما سلام الرشدي، علي الهل وحمزه، هادو ثلاثه ورئيس الجماعه داروا واحد العصابه كبيره داخل المجلس، لان حنايا كوطنيين، حنا كمغاربه وطنيين كنقولوا عاش الملك الله الوطن الملك، لان جنود مجند وراء صاحب الجلاله، لان هاد رئيس الجماعه ضد الخطاب الملكي وضد التعليمات الملكيه وضد الدستور الملكي، لان علاش ما كيديرش بالخطاب الملكي هاد الرئيس؟ ما عرفناش واش هو مقاري، حتى الف ما يعرفش يقراه، حتى الف ما عرفش يقراه، وكيرأس المجلس رشحوا عليه. دابا العصافين راه عصا في المرشحين اللي داروه تما رئيس، قالوا غادي نديروا نبدلوا الرئيس، غادي نحيدوا محمد اوراق نديروا هذا هذا. دابا كيفاش كنسمعوا في القهاوي هي ندموا بزاف على الرئيس السابق محمد اوراق اللي كان كيعاون الناس بزاف. كيفاش انا كنسمع الهضره في القهاوي، كنسمع الهضره في الطاكسيات، قال لك هذا الرئيس اكفس رئيس اللي شفناه في المجلس منذ عهد الاستقلال، لان ما عرفناش هذا عند من كيتنمى، لان فضح الحزب الاصل والمعاصره، الاصل والمعاصره فضحها،
ما فضحها فضحها فضيحة جدا فضيحة جدا مجلس فضيحة. احنا يا كنقولوا لجميع الدواوير خص نسمعوا الخطاب الملكي اللي دار في 2017، خصكم ان شاء الله 2021 ان شاء الله تخطروا المرشحين اللي غادي يخدموكم. دابا جربوهم، كنهضر مع السكينه قبيله بني شكار 30 في نسمه، واش دابا شي واحد كيهتم بكم؟ واش شي مرشح كيجي عندكم للديور كيقول لكم شنو خاص؟ واش شي مرشح جابكم شي حاجه للدوار ديالكم؟ ما كاين حتى شي حاجه. شنو كيديروا؟ كيجيبوا الجيب ديالو، لان فشلوا في المهمه، المجلس فاشل في المهمه ديالو. انا كنعطي هذا النداء للساكنه بني شكار، انا كفاعل جمعوي وكنقابه كنقولوهم، لان المجلس جماعه بني شكار فشل، لان ماري واري ودوار عياده ما استفداش من الاناره العموميه، لان ما عرفهاش واش الانتقام ولا ما عرفناش علاش، لان الرئيس الجماعه كاين الدواوير اللي كيستافدوا، دوار نتاع هيدو نتاع فين رشح سلام الرشدي، كاين الدوار ديالو فين كيرشح هو عدلو الطريق عدلو كلشي، لان نتوما كيديروكم قنطراوها. كنقولو لكم ان شاء الله 2021 خطروا شي واحد اللي غادي يكون في المستوى، اللي غادي يخدم هذا الوطن الحبيب، اللي غادي يخدم هاد الدواوير، اللي غادي يخدم هاد المجتمع المدني. لان حنايا كنشوفوا 132 جمعيات، شكون اللي كيستافد؟ كيستافدوا اللي كيركعوا الرئيس الجماعه، منهم الاعضاء اللي في المكتب عندهم الجمعيات كيستافدوا، ومنهم الركوع اللي كيركعوا له، هادو اللي كيستافدوا. انا كنعطيو هاد النداء لهاد الساكنه بني شكار، كنقولوا حنايا ارانا مزبل في التاريخ بكل اكملها. بني شكار غارقه في السبل، بني شكار غارقه في واد الحار، بني شكار ما عرفناش كيف بني شكار كانت نواره، ملي جا رئيس الجماعه المسلمه محمد بادير اكفسها باكفسها اكملها، منهم السوق باعوا، منهم الحوان تباعوا، ومنعوا كل شيء باعوا، حتى الاناره العموميه كيبيعوها للديور اللي بغاوهم. لا اله الا هذا، منكر حسبي الله ونعم الوكيل. كنعطيو لهذا المنبر للمتبعين ديالنا خارج الوطن وداخل الوطن، كنقول لكم دائما كنجيب لكم الجديد، ابوني هذا الفيديو، ديروا الجرس باش تلقاو الجديد دائما الجديد. وشكرا للجميع، التحيه للبعض الاعضاء اللي بغاو يخدموا هذه السكينه، ومع الاسف لان الامر بالمال هو رئيس الجماعه، لان بعض الاعضاء اللي كنشوفوهم حنايا بعينينا، منهم شعيب احنين، منهم السي عبد الله الشعبان، لان هاد الناس بغاو يخدموا هاد الموضع، وفالتالي لا اله الا الله محمد رسول الله ما لقاو مع من يخدموا. قال لك واحد القصه، واحد الفيل لقاه واحد كيجري من الغابه، قالوا له علاش؟ قالوا راه تما الحمار كيحكم في الغابه، علاش مشى كيجري؟ لقى حاكم هو الحمار. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. واش غادي نقول لكم؟ لا، دائما حنايا غادي نجيب لكم جديد الجديد الجديد حتى يكمل هذا المجلس، وان شاء الله ما بقى والو، بقى واحد العام ونص ان شاء الله، راه كيتمشى ان شاء الله. غادي تعرفوا ان شاء الله شنو كنقول لكم، وغادي تعرفوا شنو هو محمد بادية. محمد بادية كان ستوريا ديالو كان سمسار، وفي التالي شرا اللوح بالكريدي هذاك ما خلصوش، بقى كيخدم تاتاشرونت، وفي التالي بقى كيشفر التريبويات نتاع البيلارات، ومن بعد كيديهم كيعاودهم البيع، كان عنده واحد الهيردوز من تما من تما من تما. كان واحد المجلس هنا السابق كان احنين، كان كيعاونوا بزاف، كيعطيلو الرخص، كيعاونوا كيديروا، وفي التالي عطلوا العصا لولده، لان هذا ما كيعقلش على الخير، هذا ما عندوش مع الخير، هذا ما عنده مع جيبو ولادو والعصابه ديالو. لا اله الا هذا منكر. وشكرا للجميع المتبعين ديالنا خارج الوطن وداخل الوطن، ودائما في الجديد، وشكرا.